ضحيتين، ضاحية الفرسان وضاحية المرحلة الثانية من ضاحية قزام، اللي تمثل 80,000 وحدة سكنية. أسعارها تبدأ من 350,000 ريال. أي شيء بيضيف على هذه من إعلانات جديدة أكيد أنها بتكون نتائجها إن شاء الله إيجابية. هذه أمور بإذن الله تساعد إن شاء الله الطلب وتلبي بأسعار معقولة ومقبولة بدون ما تكلف الناس فوق طاقتها. أو الإعلان اللي جاء من الوزارة أو وزير الشؤون البلدية يعني حمل رسالتين. الأولى اللي هي المهمة موضوع الجانب العرض عندنا كان طول الفترة اللي مضت يعني يشتكي من عدم يعني زي ما تقول لكم معادلته للطلب الموجود. عندنا طلب كبير من السكان خاصة في الرياض وجدة والمدن الرئيسة، في طلب كبير جدا من الأسر، لكن ما يقابله للأسف زيادة في ضخ سواء الأراضي أو حتى على مستوى المنتجات السكنية.